انترنال مش اكسترنال، مش من برا، انترنال جوانيا من الداخل. في الغالب بنات ركزوا على الموجودة في الرابعة أو الموجودة في مين؟ في السادسة. التامنة اللي في الوحدة التامنة للمعرفة، يعني الرابعة السادسة بكون نمطها بنات على طريقة answer أجب true و false و meaning وال opposite وكلمة refer على ماذا يعود بنات؟ What does this pronoun؟ على ماذا يعود الضمير؟ على ماذا يعود؟ صحيح، على ما أعتقد عليها تقريبا بنات على الأقل على الأقل عليها 10 علامات، على الأقل 10 ماركس. كويس؟ أوكي. ماذا يعود؟ هذا بنات نمبر 1 ريدنج. الآن نمبر 2 الفوكاب المفردات، هتيجي يا بنات بخص اللي هو تعريفات تام كاركتر صفات، صفات تخص الشخصية يا بنات. أبنات هذا يونت 4، في عنا كاركتر adjectives هذه في الوحدة الكذا، خلينا نقول هذه موجودة الآن صفات تخص الشخصية. كلمات بتخص يا بنات types of film أبنات، أنواع الأفلام والميوزك يا بنات موجودة. هي يا بنات هي types اللي هي هاي على الطرف، علموا عليه تك يا بنات، حطوا تك، حطوا بنات على exercise على اللي فوق هذا بنات مطلوب منا أنواع الأفلام والميوزك اللي على الطرف. صح؟ بدو يجيب classify صنفي تحت الميوزك وتحت تحت الميوزك جدول، حيكون عندك مقارنه زي مقارنه بنات. صحيح، هذا بياخذ ميوزك وهذا بياخذ ميوزك. لو قلت لك على سبيل المثال حاجه اسمها راب احطها ميوزك، والله ميوزك. طب لو حطيت كلمه كوميدي، لا هحطها فيلم، هحطها تحت فيلم. تمام، حجيب لك جدول تيبل وحط. صحيح. طيب الان على اللي هو تي في ناونز اند فيربس، هتيجي لك تعريفات يا بنات. المفردات قصدك يا دكتور النظام جدول، هيقول لك fill in او supply، عبي الكلمات بكل موجودات يا بنات. موجود تعرف او نظام تعريفات، خمسة أو ستة تقريبا الكلمات حتكون موجودة في البوكس. حتجي لك على سبيل المثال لنفترض خلينا نجيب نقينا كلمة اللي هو the news، هذا هي بقول لك في التعريف تبعها tells you about important things happening in the world، ححط كلمة the news من فوق. تمام، موجودات الكلمات بس ما علي إلا أعمل fill أو supply، عبي أو كمل. تمام، إذا هذا بيجي على نمط تعريفات يا بنات. صح؟ حاضر. definitions تعريفات يا بنات. كويس بنات، الامتحان حيكون في يوم 4 الشهر من واحد بإذن الله، من 11:30 للواحدة ونص، بس بتأكد من الجدول لا يصير تغيير، لا قدموه الفترة الأولى، بنضلنا متابعين. صح؟ في فترة أولى فترة ثانية بنات، في فترة أظن بتبدأ على التسعة على ما أعتقد لغاية الـ11، هذا من الـ11:30 للـ1:30. حيكون في عندي أربع ورقات وجه وقفة، يعني بيطلع وجه ورقتين، يعني ورقتين. القطعة أول حاجة حنجيب قطعة ريدنج من الرابعة أو السادسة. تمام؟ يعني من الرابعة أو السادسة أنت بتقرأهم كويس، حيكون أنسر وترو فولس والمعاني والأوبزيت وعلى ماذا يعود. صح؟ على القطعة تقريبا 10 توتال، بكون تقريبا 10 ماركس بس، أربعة الرابعة والسادسة والثامنة. في أشياء قلنا خدنا فيهم قواعد وخدنا مفردات وثمانية. نعم، اللي هو الرابعة يونت 4 كلها بنات، يونت 6 كلها، يونت 8 بنات أجزاء منها.
صح؟ هاف النهائي. الآن حنروح للفوكابولري، المفردات المطلوبة منا يا بنات. الآن لازمنا types of film، صنف تحت الفيلم وتحت الميوزك، مظبوط؟ عايزينهم النوعين هدولة بيجيني، لازم أكون عارف كل نوع، هل هو ميوزك ولا هو فيلم. على الطرف اللي هو التي في nouns and verbs بلزمني تعريفات، بكون موجود في البوكس وما علي إلا سبلاي أو فيل. كويسات هدول مطلوبات يا بنات، هدول كمان مطلوبات لازم أكون عارفناهم، صح؟ مظبوطش. روحوا يا بنات انتقلوا لي على الصفات المنتهية بالاي دي والاي ان جي، حطوا عليها تك لزمانة، بحط عليها صح. الموجودات في الصفحة اللي بعديها عطولي بنات في بيج يس 127، 127 يا بنات اللي هو نعم. مش سامعك. الموجودات في الكتاب بس بنات، بس مش في هذول في المراجعة هذه، كنا نشرحها وكنا نجيب في الدرس في نفس الوحدة، كنا نجيب مجموعات واخذنا تشوز عليهم بنات، صح؟ كنا ناخذ عليهم تشوز، مظبوط؟ حكينا بنات انه الادجكتيفز اندينج وذ اي دي بنات بتوصف طبعا اللي هو بتكون في حاله ما تكون باسيف، ما تكون انت في حاله، يعني في حاله الباسيف بقع عليك التاثير، مش انت اللي بتاثري. لو انت اللي بتاثري بتكوني اي ان جي. انا على سبيل المثال بالنسبه لكم، على سبيل المثال ممتع او على سبيل المثال بياثر عليكم، بقول عن بتقولوا عني اكسايتنج، لكن انتم بتكونوا ايش؟ اكسايتد، صح؟ لانه انتم تاثرتوا، انا بكون ساعتها الاكتيف وانتم الباسيف، مظبوط؟ وصف شيئين بياخذ اي ان جي الاخر. أصل المثال من excite exciting بقول عني أنا، لكن أنتو أنا ING لا أنت ED، الشخص بدي يأخذ ED، أما اللي بيجي نأخذ ING. بس بتخربطيش دير بالك، تمام؟ كمان مرة عيدها بنات، إذا كان حتى شخص لو كان دكتورك هو اللي بأثر عليك حطي له ING، لكن لو أنت اللي تأثرتي حطي لحالك ED، تمام؟ هي بتقول شاهد انه لو كان شيء في الغالب هو بكون مؤثر، يعني شغله بده تكون اي ان جي، ماشي الحال للاشياء. لو كان الفيلم بنقول عنه مثلا اسيل مال من كلمه بور، بنقول عنه ممل، ايش بنقول عنه؟ بورينج. طب انا مليت، بقول اي دي، بقول بورد، تمام؟ الاشياء كلها اي ان جي، الاشخاص اللي تاثروا بنقول عنه اي دي، هو اصلا الشخص اللي بتاثر، صح؟ لكن ممكن الشخص يكون هو مؤثر يا بنات وتعامليه زي معامله الشيء، يكون هو بياثر عليك وتحطي له اي ان جي، ممكن. روحوا لي على قاعده البريزنت بيرفكت يا بنات. البريزنت بيرفكت الهاف والهاز، صح؟ والتصريف الثالث مطلوبه منا، صحيح؟ تبعت قاعده تحطوا على البريزنت بيرفكت بدنا اياه. متذكرات يا بنات لما اخذنا ايفر للسؤال ونيفر لمين؟ للنفي. برافو عليك، المطلوب هذه القاعده، لأن لازم أراجع قاعدة البريزنت بيرفكت. وفي الوحدة الثامنة أخذنا الفروقات بين سنس وفور، قلنا مطلوبة بنات، صن فيها تحت السنس وتحت الفور، لما نصلها بنحط عليها تك. إذا خلصنا من يونت نمبر فور، روحوا ليونت نمبر سكس. جدول، برافو عليك، هم حيجوا في إعلان في جدول، تكوني عارفة مين تحت السنس أو مش جدول، أو كلمات وحطني تنزليها. لما نصلها تحت السنس وفور، لما نصل بنصل لجزئيتها بنقولها. الان روحوا هاي كتبنا يا بنات صفات، حطوا على صفات تصف الشخصيه، حيجينا في البوكس من فوق، هذا مطلوب التمرين اكسرسايز نمبر 1 فوق. هيو فوق في الصفحه دي، في الصفحه 100، في السادسه الان. سمري ليونت نمبر 6، تلخيص او ملخص عن السادسه، تمام؟ هذا بيجي برضه تعريف. يجي لك لو اجت لك كلمه برايتل في النص، ايش الكلمه تدل عليها؟ في رقم 2 ايش الكلمة تدل عليها في الجملة؟ والكلمة برايت للثانية انتليجنت، على طول لازم اكون عارف. طب لو ما فيش انتليجنت ايش المفروض كلمة ثانية؟ كليفر معانا هدول؟ هدول موجودات معاكم. لا، والصفات تصف الشخصية مرت علينا يا بنات،
خجول خدناهم وبرايت ذكي ونوزي ضوضائي وستبورن عنيد وهلف المساعد ومودي مزاجي وبيشنت صبور وليز اخذناهم مطلوبات بنات تبعوا تسو وحنزل لكم الشنط بنات عشان تراجعوا فيهم الرابعه والسادسه عشان تتذكروهم بتضل عليكم بس الثامنه تشيك حنزلهم اللي تفوت اثنين من اصل ثلاثه ممتاز بكون خلص معناته الكلام النشاط فل بكون معناته الكلام خلص لكن اذا فاتت واحد لا حخصم عليها ساعتها حخصم اذا بتلاقي بكره تلاقي واحده في النشاط مثلا على سبيل المثال محطوط لها 5 او 15 او 14 او 13 معناته الكلام ممكن هي بتكون مش فايته لازم على الاقل من الثلاثه تكوني فايته اثنين اللي فاتت اثنين بس تفوت الثالث على اساس انها تطلع مش تطلع مش مهم معناه الكويزات اللي على الموديل خلص ممتاز حنزل واحد ترجع فوق السادس الرابعه والسادسه بتكونوا ضمنتوا انكم رجعتوهم نمطهم كيف كويس ممكن يجي منهم اسئله لا بتقدرش تشوفيهم لا مزبوط بتقدرش تفتحيهم ثاني بس انا بدي الرابعه بدي الرابعه والسادسه هذولك هذول مفتوا متصل انا مش عايزاهم تصح الرابعه الثانيه وتدق على الثانيه والثالثه مش لازم الان بدك هذولك قدمناه الان بدك للجداد صح شوفوا لي يا بنات على الريليشن شيبس حطوا عليها تيك العلاقات الاجتماعيه تيك فوق على الطرف الثاني العائله يور ستيب فادر لو جالك في جمله من الجمل كن عارفه تعريفه اقول مثلا از يور ماذرز هازبند حقول ستيب فادر صح خدناه تعريفات فقط بس الاكسرسايز اللي تحت يا بنات هذا مهم حيجي على طريقتين اما اجيب لك اليو ان الان الام الديس وتصن في جنبها صح او اجيب لك اذا كان متذكرات جبناه خطا يا بنات البريفكس كان خطا وانت تروحي تصح تعدلي كوركت صح يعني ممكن اجيب لك يا بنات الان محطوطه كلمه ان امبلويد صح مع الان ممكن اجيبها لك مطرح الان اجيب لك ان امبلويد حتروح تشيل الان وترجع الان وتظبطيها ان لانه من, من, من او ديس اجيب لك واحده على سبيل المثال من الديس اونست اجيب لك مثلا ان اونست هذه مش ذس اذا تكون عارفه متمليه منهم اذا هذا بنات ممكن تشوز لا هو مش في الغالب يا اما يا بنات صن تصنيف وممكن مش تصنيف صحيحي انتم حره يا صحيحين يا كذا طيب نروح للقواعد يا بنات هذه بتخص اكتب عليه بنات قاعده المقارنات لازم يكون عارفاها المربع الاول المجموعه الاولى بنات تاعت مقارنه بين اثنين صح والمجموعه الثانيه مقارنه بين مجموعه وقلت لكم في ملاحظة هان في ملاحظة يا بنات مهمة ممكن أجيب لكم على الذا تنغشي فيها قلت إذا بتكون في ضمير ملكية المال أو اسم ملكية ممنوع تحط الذا هان يا بنات عسل وجال هيز جاكس ما حطش ذا بيست مع أنه كلمة بيست هذه الصيغة الفضلة مع من كلمة دود ليش ما قالش عشان في كلمة شي جاكس في اسم ملكية هيا حط عليها صح حط بنات هدول الجيم تاعت هذه الملاحظة تاعت الذا بنحط عليها بنات تك لازم نرجعها انه في وجود ضمير ملكي في اس الملكيه البوسيسيف اس هيز جاكس او بوسيسيف ادجكتيف زي كلمه اور هيز ماي لو قال لك هيز اور وقال لك ريتشست وانا في الخيرات جيب لك ذا ريتشست وريتشست وريتش لحالها بدون الذا بنقول ريتشست وخلص لانه في مكتوب هنا في ماي مزبوطها او اور هاي ضمير ملكيه اذا بنحتاجش اذا الذا في النص انا ولا بحتاج نحط بنفع لبنات في الخيرات بكره قال لك ريتشست اذا ريتشست اختارها لا ريتشست صحيح كده مزبوط اذا صيغه المقارنات عايزينها كويس هذه للوحده السادسه كلها اخذناها حتى كمان اخذنا بنات في حاله التساوي مين متذكر مين متذكر التنتين از واز على طول از والصفه واز برافو عليك اوعى تحط مع از بنات تحط من تقولي طب دكتور بين اثنين وحط لها اي ار او اعملها العب في بلعبش فيها صحيح نروح الان للثامنه بنات أبضلها زي ما هي الصفة مع آز نيات هذاك سبعة هذاك السبع ما يكونش السبعة هذا مش مطلوبة معنا صح؟ أنتوا بس بدك أنتوا السمري للرابعة والسمري للسادسة والسمري للثامنة صح؟ السبعة ولا الخمسة إحنا نقول لهم ما خدناهمش بنات مظبوط؟ روحوا لأيت الديسكرايبينج هم بنات أخذنا الصفات التي تصف البلد صح هذه 8 احنا فتناها 104 صح هذا 8 مظبوط وصف ابنات في كلمات قلنا ديسكرايبنج يور هوم وصف للمنزل صح
مطلوب الجدول هذا بنات أن يجول عايزينها وتيبيكال تعريفات وسبيشس وإير كونديشنينج وسنترال هيتينج وبيزي وكلوز. ممكن بيجي برضو كمان ممكن نضاف تعريف جدول لحاله موجودات مطلوبات مني. بيجي تعريفات صحيح لحال تعريفات سيبرت منفصلة يا بنات لحالها. لا كل مجموعة خلاص لحال أفضل. يعني أنا أجيب لك مجموعات تاعت الشخصية لحال تاعت الفاميلي لحال تاعت في التعريفات لحال جملة أربع جمل خمسة لحال قبل صحيح نعم مقسومات مقسمات بنات ألف باء كذا A B C كل واحد جزئية لحال بس بتمتحن كل اللي هو التعريفات خلاص غطى نعم نعم تمام 100% صح كده 100% وكل لكل جزئية لها أربعة خمسة تعريفات. هذه حيكون مثلا عليها هي الوحدة التامنة كلها مشتركة في تعريفات خاصة. نعم صحيح. إذن هذا التمرين اكسرسايز نمبر 1 عايزينه بنات ديسكرايب يور هوم مطلوب صح؟ اللي طبعا اللي تحت هذاك بنات الوصف ما الوصف هذا بدنا شيء بدنا يعني بس هناخذ نعم صح اكسرسايز اللي تحتيه بنات جوينج تو دينر لربما تيجينا منه كلمة ذا هوست أخذناها المضيف والضيف والانفايت يدعو ارايف اون تايم وشيك هاندز وكيس وستارتر ومن كورس حطوا عليه تك برضه مطلوب هذا للمعرفه برضه كمان مش للمعرفه يعني ممكن تجينا في جمله من الجمل. نروح يا بنات للقاعده هذه بنات متذكراتها حطوا عليها تك انه في عندي مجموعه من المجموعات بتاخذ اللي هو الفيرب بدون تو زي الشد وكان وماست ومايت هذول المودلز مزبوط جابوا الفيرب بعديها دو على طول ولا بينفع نقول شد دو قال دو لحال على طول should do can do must do might do will do صح؟ yes. الثاني قال plan to do إذا الشيء المجموعة الثانية أنه لازم نحط للفيرب أو قبل الفيرب to لو قال لك كلمة plan do ولا to do plan to do ولا doing to do إذا هذه المجموعة للتو إذا الانفينيتيف مع تو صح؟ yes. المجموعة الثانية المجموعة وإيش بياخذ وراها عشان حيجينا في سؤال أخذناه إذا كان مذرين في الكتاب بين قوسين يا بنات صحح الفيرب حتيجي هذا طريقته يا بنات صحح الفيرب وخذي بالك منه ما صححش الفيرب المفتاح يا بنات ما صحح الفيرب اللي وراه ما لناش علاقه احنا اللي يقول لي بكره بلان نقول لي تو بلان مش تو بلان بلان تو دو اللي بعديه مش هو نفسه هذا مفتاح للفعل الفيرب اللي بين قوسين اللي بعديه الكلمه داله هذه مش فيرب احنا بنشتغل في اللي بعده هذول بلان وود لايك ونيد وتراي وفورجيت وديسايد اما المجموعه الاخيره من عند انجوي ولايك وستارت وفينش وبريفير الفيرب مضاف له اي ان جي حيجي بنات اجى في جدول من الجداول احنا نرجعه لكم لما نرجع يا بنات على الكتاب من الداخل صح انجوي اللي بعديها مثلا قال لك اي انجوي وفي قال لك كلمه جو ايش بنسوي في جو جوينج زي كده هو بعدين اي انجوي ملوش علاقة بنات هذا ملوش هذا ملوش علاقة بنشبكيش كي وفي كلمة أنا حابب أزورك فيزيت هحط فيزيتينج إدالك في الخيارات قال لك تو فيزيت قال لك بي فيزيت لحالها سي قال لي فيزيتينج طب لو غشك وقال لك دي قال لك تو فيزيتينج ملهاش علاقة الاي ان دي بيكونش معها تو تقول طب هاي دكتور لا هذه ملهاش علاقة هاي الصح صح إذن الفيرب اطلع على هذا بنات هذا مفتاح ملوش علاقة بعملش فيه ولا حاجة بعمل فيه اللي بعده المجموعة اللي بعدها بنات adjectives to describe places لوصف الأماكن أخذنا بتصف المدن بتصف الأشخاص بتصف الويذر الطقس بتصف الفود مزبوط وهذا هو اللي تكون مهم الشرط تكون عارفه المينينج تبعها عشان تستخدم التعريفات اللي تحت موجوده في المربع هذا يعني من نفس هذا بنات لازم اكون عارفه هذه لو قال لك اندستريال ايش الكلمه بنات الداله في علشان اقول اندستريال صناعي كلمه اندستري وكلمه فاكتوريز مزبوط مصانع صناعي خلاص من كلمه بعرفها
مزبوط؟ إذا ما نزل كلمة إندستري مزبوط؟ إندستري الأخيرة أو كلمة فاكتوريز. فاكتوريز إيش معناها؟ مصانع مزبوط؟ صح؟ بلوتيد ملوث من كلمة ووتر أو إير وكلمة ديرتي متسخة وقدر صح؟ أو إير أو ووتر تلوث الماء تلوث الهواء صح؟ دينجرس في كلمة اللي هو مش أو دينجرس خطير برضو كمان لأنها ملوث برضو ملوث خطير. أيوة في كلمة تورست سياح a lot of tourists سياح كتير إذا معرفها من كلمة تورست أي كلمة دال أصلا كلمة أصلا من نفس الكلمة كوزمبالتن قلنا كوزمبالتن قلنا معناته عالمي صحيح full of people restaurant shops etc. لا هي مش موجودة هذه بتكون هذه جملة هذه جملة بتكلم هذه شرحها شرح تحت اوعي مش موجودة بتكون إذا بده يجيب لحد بتقول full of people restaurants shops etc. from different countries لحديت هنا بتقف تجيش لندنز بجيبش لندن هذه كجملة عشان يقول لك لندنز لندن يعني هي عبارة عن مدينة عالمية كوزمبالتن سيتي إذا بتكونش موجودة هذه بس أول سطر بجيب ويلكامينج مرحب أو ترحابي فريندلي من حد بشوف كلمة فريندلي صح؟ من حد بشوف كلمة فريندلي ريلاكست في كلمة نوت وورد مش مرتاح ريلاكس مرتاح نوت وورد مش قلقان متوتر مش قلقان ريزيرفد معناتها محافظ دونت متحفظ بتحفظ دونت شو بيظهرش فيلينجز فريزنج في كلمة هوت في عفوا كلمة كولد متجمد صح كولد وتشينج ابو المتبدل او متغير او متقلب جاء من كلمة تشينجز يتقلب بتغير تشينجز نايس تيست مذاق جيد نايس تيست نايس تيست هنا نايس تيست this food is delicious spicy strong flavor اللي هو نكهة في اللي هو إيش حرقة flavor معناته flavors نكهات بلاند ليتل يا بنات قليل التتبيلة أو قليل النكهات قليل مش كتير حرق سبايسي والتاني هذيك بلاند قليل الحرقان أو قليل التتبيلة لبرزنت بارفكت بنات حنعوز منه بس في قاعدة بنات إذا كان متذكرات السنس والفور بس هذا في الوحدة الثامنة في قاعدة بس سنس وفور وزعناها تمام هذا اللي تحت اللي هي صحيح صحيح مع هاو لونج إذا كان متذكرات يا بنات أخذنا الجملة فيها هاو لونج كيف أعرفها لو كانت كده صح لو قال لي هاو لونج قال لي اختار بين ديد وقال لي هاز هي ليف قديش إلو عايش في غازة اختار لا هاو لونج اختار بين ديد ولا هاز عشان خاطر ليف صح لو راح قال لي هاو لونج قال لي ديد والله هاز هي ولعب في ليف مخليها تصريف ثالث ليف ساعتها بختار مين هاز إذن اذا في ثالث شغل لهاز اذا في اول بكون لديد اذا هالاختيار لمين لهاز ولا لديد هنا الثانيه لهاز عشان في كلمه ليف صح طب هذا لو قال لي هيك How long? Has your friend English. إيش يا بنات؟ عشان هاز اخترتوا مين؟ أيوة باخد دالي إذا موجودة هاز تصريف الثالث لو موجودة يا بنات ديد باختار التصريف الأول العكس يعني عملناها أخد بالي منهم صح؟
اخذ بالي منهم. ضل جزئيه يا بنات الرايتنج. اذا خلصنا يا بنات الريدنج تمام. الريدنج من الفور او من السكس تمام. الريدنج خلصنا، المفردات كلها غطيناها، كل المفردات عن طريق التعريف او طريق التصنيف صنفه كويس. كمان رحنا للجرامر يا بنات، اما تشوز واما اختار او اما كوركت صحح او اما صنف. صنف مع اللي هو مين بيجي مع مين، يجي مع سنس او مفور مثلا على سبيل المثال. بعدين نروح على سبيل المثال يا بنات للآل عن الرايتنج يا بنات. رايتنج حيجي عندنا حيشمل معانا كل الرايتنج اللي معانا. رايت شورت باراجراف وكتب عن الباراجراف، عن الفيفوريت سبورت صح، عن السيتي، عن الهوم، عن التي في بروجرام. كل حاجه مرت معانا. تختاري عن التي في بروجرام المفضل لك ممتاز، تختاري عن الهوم ممتاز، عن السيتي المفضله ممتاز، تختاري عن الفيفوريت هوم او هاوس منزلك المفضل اي واحد منهم كله صحيح. يس هذا الرايتنج اخر واحد عليه 4 علامات او 5 بنات. واحد منهم بنات بس بدي انت بس بتكوني بريبير موجوده. لا موجوده في الرابعه والسادسه. حق التعبير سجلوا عندكم تسجيل بدون مكتوبه بنات. عن اكتبوا موضوعا عن يور فيفوريت المفضل سبورت هاوس سيتي مدينتك تي في بروجرام برنامج المفضل او السبورت. سبورت كلهم واحد واخطا حيجيب لك فاصله كذا فاصله كذا اور مرصوصات مع الكل بس بختار من واحد اربع اصوات. يس برنامج المفضل، رياده المفضل، منزل المفضل، مدينه المفضل، تي في بروجرام. خلص ايش ضل ولا حاجه بنات، بكون غطينا كل حاجه. وسيتي مدينتي وتي في بروجرام برنامج المفضل. يس واحد بنكتب في اربع اسطر كويسات. ماي تي في بروجرام از كذا كذا، اي لايك ات بيكوز كذا كذا تمام. اي واتش ات مثلا اون يوم كذا وكذا، اي واتش ات مع الفاميلي تمام. يعني تعبير واحد. يس كده بكون مناسب يا بنات. اذكركم بس روحوا تاني على افور ذاتس انترتينمنت مضبوط يا بنات صح. في ال نمبر 4 هذا رجعنا الثاني على الكتاب، اخذنا انواع الافلام صح، تعريفاتهم، اخذنا قاعده المقارنات، اخذنا انواع الميوزك يا بنات صح، قاعدة اللي على الطرف، قاعدة البريزنت، البريزنت بيرفكت نستخدم كلمة ايفر للسؤال ونيفر للنفي. تي في اور نوت تي في مضبوط يا بنات، اللي على الكلمات هذول تاعت الكلمات بتخص التلفاز سواء ناونز اسماء او فيربس افعال. كل يور تي في مهمة بنات، هذه من ضمن القطع المطلوبات منا صح؟ كل يور تي في، عرفنا مين البريتش قديش البريتش، وعرفنا الامريكان قديش في عنده صح؟ هذا لازم اكون مغطيها فهماها 100%. القطعه هذا من ضمن القطع المهمات، لازم يكون اصلا بده يكون في كل واحده بتركز على قطعه. هذا الاكد لا للمعرفه، ار يو اتيليتي هل انت مدمن تلفاز؟ هذيك قلنا للمعرفه. ما لا مش بنعوزهاش يعني. للمعرفه كلمات بس خصوصيه. الآن في الريفيو يا بنات عوزنا اكسرسايز نمبر 2 صح؟ 1 و 2 و 4 و 5 صحيح.
أخذنا بنتها كلمة السبورت، وأخذنا السيتي، وأخذنا الفود، وأخذنا فري أكتيفيتي، صح؟ هذا خلص، خلصنا الفور، نروح على فايف عشان نقولكم ويخلف عليكم. أركس على سكسنا بنات. فاميلي أخذنا الكلمات اللي بتخص الشخصية. كاركتر اللي هو كاركتر أدجكتيفز. هذه القطعة بنات تاعت التين إيجرز مهمة. living with teenagers مهمة بنات. ناخد بالنا. وهذا بنات في الكومباريزون في المقارنة ايزي واجريسيف وجود واول، هذو مطلوبات اخذناها توي. رولز ادوار بيبول بلاي في حياتنا اخذناها لتحت، انكل وانت افراد العائلة، صح؟ المجموعة هذه بنات الجرامر تاعت السوبرلاتيف، المجموعة الأخيرة أخذناه التمرين هذا تمرين 8 أخذناه، صح؟ كلمة ديانز ذا يانجست وأخذنا 7 صحيحة، أخذنا له بنات كيف نعمله في صيغة المقارنة العظمى. مور انتليجنت ذا موست، بيزير ذان ذا بيزيست، الخمس صحيحة. صوب ابديت يا بنات، فاميلي بيزنس اخذناهم، كل شخصيه اخذناها، كل شخصيه من الشخصيات بنات ممكن تجينا تجينا على سبيل المثال جزئيه 2 كاركتر 2-3 من الشخصيات، واجيب لك عليهم اسئله. بيجوش كلهم، شخصيه من التنتين او من ثلاثه نختارهم، ويقول لك زي قطعه ريدنج يا بنات في هذا التمرين، اخذ باله منه. الاوبوزيت العكس يا بنات، الكلمة والعكس مطلوبات، صح؟ اللي فوق العدنان. لا. كول مي باك، اخذنا التمرين هذا للمعرفة. فيل ان ذا جابس. الان في الريفيو في المراجعة اخذنا اكسرسايز 1 و 3 و 5 و 6. نعم. هاي يا بنات شايفينه نمبر 6، صحح الاخطاء في التعريف في الاوبوزيت. ان بيشنت ام بيشنت، صح؟ اخذنا هذا مطلوب اكسرسايز نمبر 6، بدي اخذ بالي منهم. الان لقيت ثقافات مختلفة، ديفرنت كالتشرز. طبعا احنا قلنا الريدنج مش هندق عليه كثير، مزبوط؟ بس اللي هو بنات الباص البريزنت بيرفكت، هذا التمرين بريزنت بيرفكت عشان نجيب منه القاعده هذه اللي على الطرف فور وسنس، اللي هو تمرين 5 و 6 عشان نعوزه. تمرين 5 و 6 اللي بعديه في 60 61. نعم صحيح. بس اللي هو جوينج تو دينر اللي فوق هذا تاع تبع ذا هوست وكذا بس. صحيح، مرق علينا. شد يا بنات قاعدة شد وشد انتو ماست، هذا مطلوب معانا. بنات في كلتشرال ديفرنسز تبع اللي هو فيرب باترنز وود لايك وكان، هذول مطلوبات، صح؟ بيج 64. كلتشر شاك، قلنا هذه بنات ما هي هذه ريدنج، مش السؤال 4 بنات في 64 مهم، صح؟ 65 عفوا 65 هذا الاكسرسايز. بنات انجوي ايش اخذت؟ دوينج، صح؟ وبلان ايش اخذت؟ لدو to do we start coming و tried to و prefer studying و will study لحالها و need to و في الأخيرة would. في would في would دير بالك، لحسن لو تطلع على لايك ممكن يجيب لها ing و يسعى would would to، لأنه موجودة would you like، فما موجودة would، صح؟ لا
نعم. كده بنات thank you very much. كده بكون تمام إن شاء الله. يعطيكم العافية بنات.